نرحب بحضراتكم مرة تانية. تنمية سيناء ده الملف الأبرز اللي اشتغلت عليه الدولة السنين اللي فاتت، وبالفعل تم تنفيذ سلسلة كبيرة جدا من المشروعات الكبرى في كل المجالات السياحية والاستثمارية والصناعية، ده بهدف تنمية هذا الجزء الغالي من أرض مصر، بالإضافة طبعا لاهتمام الدولة بأبنائها من أهالي سيناء وحل كافة مشاكلهم. طيب إيه هو التأثير الإيجابي للتنمية في سيناء على المواطنين المقيمين في سيناء، وأهمية تطوير كمان البنية التحتية هناك؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي في فقرتنا النهاردة من ضيفنا اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ شمال سيناء. شيخ عيسى أهلا بيك. أهلا بيك يا منورنا. أهلا بيك والله. يا أهلا بحضرتك. إحنا دايما وإحنا بنتكلم في البرنامج عن أهمية التطوير في شمال سيناء وأهمية المشروعات القومية اللي نفذت بالفعل في شمال سيناء ومردودها على المواطنين هناك، لكن يهمنا نسمع من المواطنين هناك إيه اللي اتغير عندهم؟ إيه اللي اتغير عندكم في المحافظة؟ أولا أنا جاي النهاردة من سيناء بحمل تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدورة رئاسة تانية، وأقول له كل المشايخ بيقولوا لك ألف مبروك، والمشايخ كلهم معاك في كل الظروف وفي كل الأوان، بس يا ريت تديهم نص ساعة اجتماع للمشايخ. ثانيا موضوع التنمية، موضوع التنمية في سيناء حصلت طفرة غير مسبوقة قبل كده في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فالعصور السابقة احنا كنا بنسمع بالتنمية بس على الورق، اما الراجل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي راجل صدوق في حديثه وصدوق في كلامه، اذا وعد بينفذ هو. فذلك حاليا ايش اللي شوف سيناء؟ قناه السويس اللي كان بنقف عليها 3 ساعات واربع ساعات، فيش الوقت دي خمس دقائق لو انك طالع من الاسماعيليه على سيناء، وانت جاي من سيناء 5 دقائق لو انك في الاسماعيليه، الله انفاق ما بتاخدش وقت، حاجه رهيبه. القطيعه دي اللي كانت ما بين مصر وسيناء انتهت انتهت خالص الحمد لله، من موضوع الانفاق وتسهيل دخول المنتجات السنويه بسرعه، خضار برتقان ومانجا وزيتون وزي كده وخوخ، وسريع على طول بيدخل على طول، هو مش زي كان بنستنى لما السفن تقف ويونس بولين الكوبري عند القنطره والفواكه تعدي. شوف من الصبح العربيات واقفه غير لما تغيب الشمس والبواخر تبطل تمشي بيونس بولين الكوبري، هم يعني بيقعدوا 12 ساعه. شوف الخضار لما يقف على الطريق 12 ساعه طبعا حنسيب. اما من ناحيه التنميه الراجل ده وضع خطه لتنميه سيناء ب 742 مليار. رقم كبير طبعا. رقم غير مسبوق. احنا يا اهالي سيناء لما سمعنا الرقم ده قول الله 742 مليار. هل هذا وكان يبدا بها العمل في منطقه وسط سيناء. في الحسن وفي نخل. وكان يبنى التجمعات في الحسن ونخل. وكان يحفر ابار المياه في الحسن ونخل. الحسن ونخل دي كانت حتى اهل سيناء ما بيسكنوها من عدم وجود الماء في العصور السابقه. دلوقتي دلوقتي ما فيش. دلوقتي تاخذ بيت وتاخذ 5 فدادين مزروعين زيتون، ده جميل. بيتك ودي ارضك. يعني حاجه حلوه. يعني حاجه حلوه جدا. طيب هذا في الحسنة ونخل. طيب عندنا في رفع وشو خزويد هذيك اليوم لما جانا السيد رئيس الوزراء واجتمع معانا وقعدنا معاه وتكلمنا معاه، عمل 12 برضه تجمع، 12 تجمع سكاني جديد، وهيبدا فيهم من 1/1/24 العمل. والتجمعات دي هتكون شامله متكامله، مدارس
وحدات صحية، بريد، تلفونات، فهذا كل كاملة شاملة متكاملة وحدات. زد على ذلك مثلا هو عمل عندنا منطقة 104 ألف فدان استثمار. هو قال الأولوية لأبناء سيناء. شيء جميل طبعا، يتقدموا عشان ياخذوا قطع أرض من دي عشان ياخذ سكن وياخذوا أرض. ياخذ سكن وياخذوا أرض، هو يعني حاجة حلوة خالص. فذلك مثل يعني إن هم زد على ذلك محطات المية الجديدة اللي عملوها، محطات التحلية. طبعا تصور على طول حدود سيناء مع البحر الأبيض المتوسط في خمس محطات تحلية مية. خمس محطات. طيب شيخ عيسى، يعني حضرتك كلمتنا عن الاستثمار وعن الزراعة وعن الإسكان وعن البنية التحتية، الطرق، ودي كلها طبعا يعني نقاط مهمة جدا وحيوية بالنسبة لإخواتنا في سيناء، بس برضو حابين نعرف من حضرتك أكتر عن الصحة، عن المدارس، عن التعليم. ما فيش تجمع غير كامل متكامل من المدارس ومن كله، ما فيش، ده كلام رئيس الوزراء لينا، ما فيش تجمع غير كامل متكامل. دي التجمعات الجديدة ولا اللي كانت موجودة قبل كده؟ لا، اللي كانت قبل كده التكفيريين شالوها كلها، دي جديد، تجمعات جديدة وبناء جديد. تجمعات جديدة وبناء جديد. فذلك مثلا ان احنا قلنا لرئيس الوزراء ان احنا مستنيين بس التنفيذ في اول السنة الجديدة ان شاء الله، حتى نروح ننتقل ونستلم ارض ونزرع، والكل يزرع كما كان سابقا، وننزل خضار وننزل الفاكهه بتاعته مصر وننزل كل حاجه، يعني بتكون حلوه خالص. طبعا زد على ذلك محطات الكهرباء اللي هم عملوها عندنا، محطات الكهرباء، ثلاث محطات كهرباء مغطيه المحافظه كلها. محافظه لا، وفيها طاقه اكثر. هم عاملين فيها فائض، يعني فيها فائض من شان التجمعات اللي هيبنوه جديد. في فائض كبير، فائض كبير كبير خالص. فذلك زد على ذلك الطرق، طرق ما شاء الله. هو كان عندنا في سيناء طريقين بس، طريق تبع العريش قنطرة العريش والطريق الأوسط. هو ايه 6 متر الطريق كان، ده 6 متر وده 6 متر. هو تعال دلوقتي. طيب ده كل المشروعات اللي احنا اتكلمنا فيها دي يا شيخ عيسى تشغيلها من ابناء سيناء، صح كده؟ طبعا زائد تنفيذها كمان، مين اللي هيقوم بتنفيذها؟ المواد الخام، حتى المواد عفوا المستخدمه في عمليه البناء، منين؟ من شمال، من روج للتجاره في الداخل، في شمال سيناء. ابناء سيناء هم اللي بيبنوا، ابناء سيناء هم اللي بيعمروا. بالظبط، وهم اللي بيشتغلوا، وهم اللي هيكونوا مجاولين بناء وبيخدموا وبيسندوا ليهم اعمال وزي كده، وهم اللي هيشغلوا مستشفيات، وهم اللي هيشغلوا مدارس. ان شاء الله، والله ان شاء الله ان كله هيكون من ابناء سيناء. فلذلك ان احنا بنقدم كل التحيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص موضوع تنميه سيناء، واملنا كبير ان يوافق ان ناخذ معاه نص ساعه اجتماع بس، والله صحيح. فذلك زد على ذلك والمشايخ بلغوني حاجه كمان. قال قول للرئيس إذا سيناء، هم بيشكروا سيادتك لما أنا قلت سيناء خط أحمر، بيشكروك. وقال لي وقول للرئيس لو احتجت حاجة تأخذ 200,000 فرد يحاربوا عن سيناء. ده الدور الطبيعي، ده اللي احنا دايما مستنيينه من أبناء سيناء. من ابناء سيناء، صحيح، دايما دايما سيناء وابناء سيناء داعمين للدوله في كل المحن وفي كل الازمات. الحمد لله، والله الحمد لله، والله طبعا بكل تاكيد. طيب. الشيخ عيسى، احنا كنا يمكن على مدار سنين فاتت كتير جدا الحقيقه اهالي سيناء كانوا بيعانوا من فكره مركزيه الخدمات اللي دايما موجوده في القاهره او حتى في
المحافظات الكبرى او في المدن الكبرى. دلوقتي بقى في سيناء، شمال سيناء تحديدا، بقت الخدمات دي موجوده؟ الخدمات كلها متوفره في المحافظه، ولا لسه اهالي سيناء بيحتاجوا ينزلوا لمحافظات او مدن اخرى عشان يقدروا يقضوا حتى اوراقهم واحتياجاتهم اللي بيبقوا عايزينها؟ لا لا، ما فيش. احنا سيناء دلوقتي محافظه شمال سيناء كامله متكامله من جميع الحاجات. يعني سيناء، شمال سيناء محافظه كامله متكامله من جميع الحاجات، من مدارس، من مستشفيات، من وحدات صحيه، من جامعات كمان. فتحوا عندنا الجامعه ووسعوها وخلوا وفتحوا فيه فرع للطب وفرع للصيدله وفرع كذا، يعني بقت جامعه صحيه هي، يعني مش بس كده، يعني حاجه حلوه خالص. يعني مثلا احنا ما 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 انسى هذيك اليوم كان لي اجتماع مع الدكتور حسن درويش اللي هو رئيس جامعه سيناء. راجل محترم وراجل بيقول انا بابي مفتوح لاهل سيناء كلهم. بابي مفتوح لاهل سيناء كلهم، على سبيل المثال ان هو اي واحد عايز حاجه ولا حاجه يجيني. تمام. هو زد على ذلك كمان محافظ شمال سيناء، هو بابه مفتوح لاي مواطن. والله ان احنا بنذكر انك يا شوشه راجل هو كبير في السن زي كده، ربنا يديك الصحة وربنا يعينه، اني انا شخصيا بشفق عليه. والله بشفق عليه ضغط كبير ومسؤوليه كبيره ومحافظه وزي كده، لكن بابه دايما مفتوح للمواطنين اي واحد يجي. ومحافظه دايما مطمع، والتاريخ اللي بيقول كده، مش احنا اللي بنقول كده، كله بيبقى طمعان في 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 محافظه شمال سيناء. سبحان الله. ازاي بقى حضرتك شايف المشروعات اللي تمت دي من الممكن ان تتصدى لهذه الاطماع؟ لا 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 لا، المطمع ده مثلا، يعني مطمع هذا اول شيء هذه بتكون خطه الدوله. مطمع ايش مطمع؟ مطمع حد بده يطمع فينا؟ حد بده ياخذ يعني جديد من سيناء حته؟ لا ابدا. ما فيش. المطمع مثلا اننا هو كلنا ان احنا بنصد عنه، وكلنا بنقول للي جاي طمعان وزي كذا بنقول له لا ما تطمعش. انت جاي هنا اخدم خدمه بس. اخدم خدمه بس. هو يعني مثلا المحافظ محمد شوشة مسك المحافظة عندنا مرتين، مرة في التسعينيات ومرة متأخر. هو يعني ما فيش واحد خدم عندنا في شمال سيناء أكتر منه. طيب شيخ عيسى، برضو في يعني الحقيقة يمكن زي ما حضرتك قلت في البداية، في حاجات كتير قوي تم العمل عليها في شمال سيناء. لو هنتكلم حتى عن مثلا واحد من الأمثلة دي، بحيرة مثلا البردويل، كلمني عن البحيرة دي تحديدا، تم تطويرها ازاي؟ أهالي المحافظة استفادوا منها ازاي؟ الشباب استفادوا منها ازاي؟ طبعا طبعا، بحيرة البردويل الحمد لله دلوقتي بقى عندها مثلا الثلاجات واقفة، والسمك بتاعها ما بينزلش مصر نهائي. ليه كده بقى؟ بتحرمونا منه ليه يا شيخ؟ والله ما بينزلش مصر نهائي. السمك بتاعها بيطلع على ايطاليا على طول. هو ماخذ شهرة عالمية ومشكورة على القوات المسلحة، وسعت البواغيز وعملت البواغيز، وصارت البحيرة دلوقتي بتدي نتاج كبير خالص. الحمد لله. هي وابنة الدرجة السمك بتاعها محجوز، كله محجوز. المرة الجاية بقى تجيب لنا معاك يا شيخ عيسى. وفرق بكل تأكيد في حياة الصيادين. فرق في حياة الصيادين، يعني إنتاج الأسماك. طبعا طبعا. يا سلام يا سلام. ده الصياد ده، أنت عارف المركب دلوقتي اللي بيصطاد فيها ثمنه كم؟ 5 مليون. إلا معاه تسريح. مكان متطور، شبك جديد. وشبكه، لا هم بيبكوا على الرخصه والتسريح. صحيح.
طيب شيخ عيسى، انا كنت موجود في شمال سيناء من حوالي 4 شهور، برنامج صباح الخير يا مصر، كنا موجودين من هناك وعملنا حلقه كامله من هناك من ميناء العريش. من ميناء العريش الميناء كان اعمال التطوير شغاله فيه، قول لنا ايه اللي تم فيه حتى الان، وده هيفرق مع اهالي سيناء في ايه؟ طبعا الميناء هذه هي هيكون مستقبلها كبير على ما سمعنا من المخطط، ان هي هيجي عليه خط سك حديد من جنوب طابه ويجي على الميناء. ده مشروع كبير طبعا، مشروع كبير كبير قوي. والمشروع الكبير ده اللي زي ده يعني محافظة شمال سيناء مش هتقدر تغطي عمالها. والله محافظة شمال سيناء كلها مش هتقدر تغطي المشروع ده عمالها. عمالها من جنوب طابة لحد العريش. فرص عمل لإنشاء المحطة. والخط كمان. من جنوب طابة لحد العريش. هو احنا برضو بنقول للريس ربنا معاه وربنا يقويه لتنفيذ كل المشاريع اللي هو بيبدا فيها. والله لو نعرف ان العالم ياخذ منا دم ونسد ديون مصر لندي دمنا. يعني اهالي سيناء طول عمرهم يعني معروفين بجدعنتهم ونخوتهم والله وحبهم لمصر، دي مفيش نقاش فيها مفيش يعني ولا مزايده. لا لا طبعا، ازاي يعني والله مفيش نقاش فيها.